احنا نفهم ليش الحملة، ولكن اللي ما نفهمه بالضبط او نفهمه ونستغربه، خلني اقول لك اياه، انه هذه الحملة ايش هدفها او ايش مصيرها. اذا كان الحملة هذه اللي معمولة ضد قطر من خلال الصحف المأجورة او من خلال الصحف المدعومة او من خلال الصحف المحلية الخليجية يعتقدون انها بتأثر على القرار القطري او بتغير من المسار القطري، فهذيل يحلمون. قرارنا تفكيرنا واضح، لكن متى يتغير القرار القطري؟ يتغير اذا في حد من اخواننا جاء نصحنا نصيحة صادقة وقال لنا ان احنا على خطأ، نحن سنتراجع عن اي خطأ. نحن لا نقبل بالخطأ ولا نقبل بالتعنت ولا نقبل بتصلب الرأي، ولكن لا نقبل ان تكون هناك ضغوط من اي طرف لتغيير وجهة نظرنا اذا احنا نعتقد ان وجهة نظرنا سليمة. فشرعيتنا نستمدها من قطر، من هنا، من الشعب القطري، ما نستمدها من اي دولة ثانية. انا ما اعتقد انه رئيس اي دولة سواء الولايات المتحدة او فرنسا او بريطانيا او غيره يريد تأييد لما ينتخب من قبل شعبه من اي شعب اخر، فنحن لا نريد تأييد من احد. احنا برحب بنا شعبنا، وشعبنا هو اللي قرر من يحكم قطر.